كنحسوا بزاف بالعطش اثناء الصيام، وشي مرات الحمد لله النهار ديالنا كيدوز بخير وعلى خير، لكن تجنبا للعطش اثناء الصيام مستمعينا ربما كنديروا بعض الاخطاء اللي غادي نكتشفوها مع اسماء زريول اللي كنرحب بها. اسماء زريول معنا مباشره من الرباط، دكتوره باحثه في مجال التغذيه. اسماء صباح الخير. صباح النور حليمه. صباح النور جميع. صباح النور، رمضان مبارك. انا عاد نقول لك رمضان مبارك اسماء. رمضان مبارك للجميع ان شاء الله. بارك الله فيك، يدخل عليك ان شاء الله بالصحه والعافيه. فكما قلت اسماء، تجنبا للعطش في كثير من الاحيان تنحسوا بذاك العطش الشديد جدا، واكيد تيترتب عليه بزاف ديال الاعراض الاخرى، مثلا الناس اللي كيجيهم العطش بزاف كي ممكن انهم يتصابوا كذلك يعني بالشقيقه، كتجي شقيقه الانسان، او ربما كتعيق، يعني ديك العطش بزاف كيعيق سيروره اليوم ديالنا والانشطه اللي كنقوموا بها. صحيح، العطش دابا المفروض انه ماشي في الصيام ما نشعرش بالعطش، ولكن المفروض ان العطش يكون ما كيوصلش لحد يعني ظهور اعراض عندها علاقه به. مثلا العطش اللي زعما اللي خايف في رمضان هو المصاحب كما قلت الالم الراس اللي كيعطينا واحد الاحساس يعني بالتعب والقوه ديالنا، ما كنقدروش نخدموا ولا نتمشاو مزيان، ولا كما قلت كيحد لينا من لي زاكتيفيتي ولا الانشطه ديالنا اليوميه. تيولي بنادم باغي غير يدخل للدار، ما باغي يخرج، ما باغي يهضر. باغي يهضر تماما، باغي يهضر شي حاجه. هنا هاد الحاله هذه كتعني ان الانسان في الوقت ديال الفطور يعني ملي كان كياكل ما اختارش، ما دارش، ما حسنش الاختيار ديال الوجبات والمكونات ديالها، اولا بطبيعة اولا اختار يعني انواع غذائية اللي ما كتساعدش على على ان العطش يشيد، ولا ما شربش الماء بشكل كافي وشرب السوائل الاخرى اللي في الحقيقه ما كترطبش الجسم. هي بنفس ذاتها كتجر الماء من الجسم، بحال الناس اللي كتعتمد على شيء كثره كل وقت السحور خصوصا واكثر شيء اذا كان حلو. عاود الناس اللي كتشرب القهوه بكثره، الناس اللي كتاخذ مشروبات محلات، الناس اللي كتاخذ الحلويات غنجيها بحال العطش خصوصا في السحور اللي خديناهم، الناس اللي ما كتاكلش ما كتحاولش تنوع الغذاء ديالها، بحيث انه مثلا الفتره ديال في الوقت ديال السحور ما كتاخذش وجبه كامله متكامله، كتاخذ نوع واحد وداك النوع بنفسه كيكون كيجيب العطش، والناس ايضا اللي ما كتسحرش نهائيا. نعم، وحنا تكلمنا بطبيعه الحال في حلقات سابقه على اهميه السحور، وجبه السحور كوجبه رئيسيه، ماشي وجبه ثانويه، وجبه رئيسيه اللي تيخص الانسان يحرص انه ياخذها. بطبيعه الحال كيف ما قلتي، يعني مجموعه ديال الاشياء متداخله اسماء اللي كتخلي الاحساس بالعطش يزيد عندنا اثناء فتره الصيام. كيف ما قلتي حتى الناس اللي كيديروا واحد الغلط مثلا اسماء اللي كيشربوا بواحد القدر مثلا كبير، يعني تجنبا للعطش، عند بالهم اذا شربوا بزاف راه غادي يتجنبوا العطش، في حين هو طريقه شربنا الماء كتبقى مهمه، لان ما تنجيوش وتنهبطوا على قرعه ديال الماء، تنشربوا تدريجيا. صحيح، لان الماء كما كنعرفوا الجسم ملي كنشربوا الماء كياخذ الحاجيات ديالو والباقي كيحيدو. نعم، لهذا الحكمه ان الانسان ملي غادي يجي يشرب الماء يشرب في البداية ديال الإفطار ما يكفيه من الماء، مثلا ياخذ كاس جوج كيسان حتى كنقولوا يبرد العطش، ولكن من بعد كنبداو نشربوا الماء تدريجيا. كيفاش هي تدريجيا؟ هي مثلا كل ساعة مثلا واحد كاس ولا جوج كيسان ديال الماء. نعم، كنبقاو غادي بهاد الوتيرة حتى الوقيتة ديال السحور. بس كنكونوا يعني خدينا الجسم قد الطب ديالو مستمر على طول الليل بالماء.
وعاد كنجيو الاغذيه اللي ما كتحيدش لينا الماء من الجسم هذاك المسكينات تيبقى معنا اطول مده ممكنه. بطبيعه الحال الاغذيه اللي ما خصناش ناخذوها عندنا داكشي اللي يكون حار مالح توابل والصلصات والى غير ذلك وخصوصا الصلصات الاندستريال مصنعه اللي مصنعه نعم هذو ممنوعين من عند ثمن نعم عندنا نعم نعم تفضلي تفضلي اسماء نعم بغيت غير نزيد بالنسبه ايضا لبعض الاغذيه اللي تيكون فيها الملح الملح كثير وتيكون مخبي ما كنردوش ليه البال في الاكل ديالنا بحال الناس اللي كتسحر مثلا بحال الاغذيه اللي كتكون اصلا هي ملحه وكتحطها مثلا في الوقت ديال السحور من الافضل يعني الانسان فوق السحور يتجنب نهائيا الاشياء الملحه والحلوه. نعم واللي بغى يعطش اللي بغى يحس بالعطش مزيانه اسماء يدير شي خليعات بالبيض في السحور. نعم شكرا جزيلا لك أسماء. كيف ما شفنا معك مجموعة من النصائح والإرشادات، حاول تخفيف إحساسنا بالعطش أثناء الصيام. غدا لنا لقاء معك بإذن الله على نفس التوقيت وطبعا على نفس الإذاعة. ما تنسوش إذاعة، ما تنسوش إذاعة، ما تنسوش إذاعة.